السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن فات الصبحية المباركة في جمع الأعشاب ونتعرفوا على بعض منها. مثلا تنشوفوا هذه اللي كتسمى لاسوسي الجمرة. الجمرة الآن أنا كنتعمد باش نجمعها من المناطق اللي كتكون التربة ديالها بيضاء، أي الحارة اليابسة، لأن حتى بعض أنواع ديال التربة تختلف الأعشاب ديالها من منطقة أخرى. وكذلك نعطيكم النوع ديال الهيوفارقون. الهيوفارقون اللي كتسمى بأنس النفس أو دادي، لا من البيرتوي، عشبة القديس يوحنا أو عشبة القديسين كما كتسمى، أو دم الشيطان، اللي هي كذلك فيها نوعين. كنشوفوا الآن هذه قصيرة ولكن ساقها حمراء، هذه كتكون في المناطق اللي كتكون شبه جافة، يعني في التربه اللي كتكون التربه النوع ديال التربه اللي كتكون حاره يابسه. العكس ديال الهيوفارقون اللي كتكون طويله ولكن الساق ديالها ماشي احمر، وهذه كتكون في المنطقه الرطبه البارده. اذا من الاعشاب، اذا هذا نوع ديال الاعشاب الهيوفارقون كما قلت لكم هنايا، ادريول الحدائق او الجمره لاسوسي، من الاعشاب اللي هي خاصه كثير الأمراض. أما الهيوفارقون فحدث ولا حرج، وبالخصوص الأمراض ديال الاكتئاب والوسواس، يعني عطات واحد النتائج جد مبهرة. الآن حنا مازالين الآن كنتسالو هنايا، كنشوفو الأنواع ديال الأدريون، كنشوفو كذلك الخردل المطرد، اللي هي كلها أعشاب اللي هي أعشاب طبية طبية بامتياز. كنشوفو النوع ديال التربة، التربة كتكون بيضاء حارة يابسة. دائما التربة اللي كتكون حارة يابسة كتكون عندها واحد الأعشاب قوية 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 جدا جدا. إذا هادي غير كشبه سميتو، خلاص الخردل اللي هو حدث ولا حرج في مسائل المفاصل، البرد البرودة كاملة، يعني تبارك الله فوائد كثيرة جدا. كذلك الأدريون، ها هو قدامكم، ها هو، عفوا ما تيبان لي والو حق الشمس. هذا عاوتاني كاين اللي كيتخلطوا مع البابونش. البابونش يكون عنده ورقه صغيره وتيكون هاد الوريقات هابطين لتحت، ولكن هذا كذلك تيصلح لبعض الامراض اللي هي كالبكتيريا اللي كتكون في الامعاء، بحال الطفيليه الامعاء، كتصلح بزاف الامور. إذا كنا معكم هنايا في واحد ملمحة صباحية الصباح هذا، لي الحمد لله مازال تابعني أشغال أخرى ديال جمع الأعشاب. بغيت غير نشارككم هاد الصباح هذا، بغيت نشارك معكم هاد اللايف هذا. علاش؟ باش نقولوا الله يفك علينا هاد المحنة هادي. الحمد لله كما كنقول لكم بأن الطبيعة الحمد لله زاخرة أعشاب كثيرة كثيرة جدا، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى باش يرفع علينا هذا الوباء والبلاء، والله ولي التوفيق. كان معكم محبكم المعالج الطبيعي موسى شهب، يحييكم بتحية الإسلام من العاصمة الإسماعيلية مكناسة الزيتون، وهاتفنا راه لإشارتكم اللي بغيت تفسر على شي حاجة الأعشاب والعلاجات، 06 63 77 42 82، والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، اللهم يسر ولا تعسر.